السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. نادي معكم أخصائي التغذية، واليوم إن شاء الله راح أحكيكم عن الكورتيزول. على الكورتيزول أنا حكيت عنه في حلقة الإجهاد القدري، راح أحط لكم إياها أنا في الديسكريبشن بوكس، لازم تشوفوها لأنه يكونوا الحلقتين هذولا متكاملين حتى ما أكرر اللي حكيته في الحلقة الأولى. اليوم أنا مركزة أكثر على الكورتيزول لأنه هذا الغدد القدرية من الهرمونات اللي هي بتفرزها الكورتيزول حتى يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع الضغوط النفسية والعصبية اللي يمر فيها خلال النهار. هو سبحان الله ربي خلق في كل يعني جسم الإنسان كل شيء له فايدة، لكنه هو في المستوى الطبيعي فوائده موجودة، غير أنه إذا قل أو زاد هنا بتصير مشاكل في التدهور في أصلا كل الصحة، منها كمان أمراض القلب ومشاكل في الجهاز الهضمي وممكن توصل لسرطانات. اليوم رح أركز على فوائده لما بيكون في المستوى الطبيعي وعلى الأضرار والعلامات اللي بتبين إذا كان الكورتيزول عالي، وكمان رح أركز على الأسباب وأكثر على الأكلات اللي هي تساعد إنه تخلي الكورتيزول يكون قليل. قبل ما أبتدي الحلقة، الناس اللي أول مرة تشوفني ما تنسوا تعملوا لي لايك أند سبسكرايب، إن شاء الله تفعلوا الجرس حتى توصلكم الحلقات أول بأول، وكمان شارك with your friends حتى توصل لعدد كبير من الناس، وكمان بتساعدوني لأنه بحط مجهود كبير لحتى أوصلكم هذه المعلومات. طيب هلا شو هو هذا الكورتيزول او ايش هو فوائده؟ هبتدي في الفوائد. لما بيكون في المستوى الطبيعي هو كمان بينظم ضغط الدم، بينظم السكر في الدم، له دور في تحسين دوره النوم لانه هو بيزيد شويه في النهار بحيث انه يعطينا الدفعه في الصباح ويعطينا النشاط، لكن بيقل بالليل، وكمان هو بيساعد في افراز هرمون السعاده سلاش الحب سلاش الأوكسيتوسين. لذلك لما بصير اختلال ممكن هو هنا يصير الاكتئاب، بيقلل الالتهابات وكمان بيقوي المناعة، له تأثير على كل أنسجة وأعضاء الجسم، حتى بيساعد إنه كمان الواحد يكون إنه تركيز أعلى وكمان الذاكرة تكون أقوى، إنه بيعلم الإنسان أو كيف الإنسان بيصير إنه هو يتعامل مع هذه الضغوط النفسية. فهذه الفوائد اللي هي موجودة فيها. الأضرار حتكون عكس الفوائد اللي أنا ذكرتها. الأضرار زي ما حكيت في حلقة الإجهاد القدري إنه هو لما الواحد بيكون إنه دائما في يعني توتر وخوف وقلق وتفكير، وهو عم بفكر وهو قاعد ما عم بيعمل شيء، منين وظائف الكورتيزول؟ إنه هو بضخ السكر في الدم. لما بضخ السكر في الدم عشان الواحد يحرق ويعمل ويتصرف fight and flight، هنا إحنا بنكون قاعدين ما عم نعمل شيء، بيزيد السكر في الدم، بيزيد إنه الإنسولين، بيصير في مقاومة الإنسولين، بيصير مرض السكر، بعدين بيصير في أمراض الميتابوليك سيندروم، السمنة بتزيد، أمراض القلب، الإمساك، التوتر والقلق بيزيد، كمان إنه ممكن يأثر على الجهاز الهضمي، بيوصل للارتشاح الأمعاء، بتصير تترسب أو تتسرب السموم إلى الدم، هذه كليتها كمان بيأثر لما بيختل إنه هذا الكورتيزول، بيأثر على علاقة الناس والأصدقاء وخاصة علاقة الزوجين، لأنه هنا بيصير دخل في اكتئاب، هرمون السعادة بيقل والسيروتونين بيقل. دي كليتها ممكن انه توصل كمان بيأثر على الضغط الدم، لانه بيصير انه في الضغط امراض في التجلطات في الاوعيه الدمويه والى اخره. هذا هو الاضرار. هلا كيف نعرف العلامات اللي انه اذا واحد عنده زياده في الكورتيزول؟ حتكون هي اولها انه اول شيء السمنه بس حتكون بشكل ثاني، انه هي اكثر انه الوجه بيبقى مدور، السمنه بيكون بكل الوجه وبالرقبه، وكمان انه هي طبعا بالبطن والفخاد، بس انه هنا عند الرقبه، وكمان بيصير اللون هنا بني وبيكون من خلف الرقبه تحت الاباط وعند الفخاد، وغير انه بيصير انه التشققات في الجلد، التشققات تبقى سهله، اذا خبط مثلا بخبطه ممكن انه ينجرح بسرعه، وبيصير انه صعب انه بيطول ليلتئم هذا الجرح، وغير انه عند النساء بيزيد كمان، بيصير عندها شعر في زي الشنب وعند في الوجه وعند الفخاد، وغير انه كمان ممكن انه تلاحظوا في ترسبات الدهنية عند أعلى الكتف، بيصير زي في هم، هذه عاملة زي السنام زي الحدبة. في الستيرويد، الأكني ستيرويد، هذه بتكون عبارة عن إنه هي زي دهون أو إنه حبوب تبقى موجودة في الأكتاف، في الباطن، في الظهر. بتلاحظوا إنه في الشعر بيصير إنه خفيف وبتساقط بسرعة، والستريتش ماركس، ستريتش ماركس لما بيكون في الوحدة بتبقى حامل بتبقى إنه هي هذه بتبين زهرية، بيبقى في تمدد في الجلد، لكن في حالة إنه الكورتيزول يزيد عالي بيكون استرتش يعني بيبقى أعرض، وبنفس الوقت بيبقى اللون بنفسجي. طيب شو أسبابها؟ أسبابها طبعا إحنا عارفين أكثر أسبابها اللي هي الضغوط النفسية والعصبية اليومية، من غير إنه هو ما الواحد إنه يتعامل معاها،
هذه لما بتزيد كمان بتأثر على الهرمونات، بتأثر على الغدد الفقرية، وبتأثر على الغدة الدرقية، الاكتئاب، قلة النوم، الأكل الغير صحي. طيب إيش الأكلات اللي نبتعد عنها؟ الأكلات اللي نبتعد عنها السكريات، النشويات، الزيوت النباتية، هذه الحليب، هذا إنه بيزيد الالتهابات، كل الأكلات اللي بتزيد الالتهابات، كل المشاريب الغازية، حتى كمان القهوة بعد الساعة 2 لأنه هي بتعمل تريجر للكورتيزول إنه يرتفع، كمان إنه بيزيد إنه في العصيرات، المشاريب، كلها هذه بتأثر يعني لأنه بتزيد الالتهابات. طيب أنا حابة أركز هلأ على الأكلات اللي ضروري إحنا نركز عليها، هم مجموعات لازم نركز تكون في حياتنا اليومية. أول إشي الأكلات اللي هي فيها فيتامينات بي، فيتامين بي هذا من الفيتامينات المهمة، بيحسن الجهاز الهضمي وبيعمل إنتاج للطاقة، عشان هيك لأنه إحنا بيصير تأثير إنه بيصير إنه الجسم مهدود لأنه ما في طاقة. الأكلات هذه لازم تكون فيها اللي هو يوميا لحوم، دواجن أو بيض. الناس اللي هي النباتية ممكن إنه هي تزيد من النيوتريشنال ليست، أنا عملت له حلقة. مجموعة تانية لأوميجا 3، أوميجا 3 بينظم الهرمونات وبيقلل الالتهابات، وأكثر شيء موجود هذا الأوميجا 3 في الأسماك، ومن الأسماك أكثرها اللي هي السامن، موجود في المكاريل، موجود في التونة، في زيت الزيتون، في كمان التشيا سيد، بلاك سيد، موجود في الأفوكادو. هذه إنه مهم إنه إحنا دائما نركز عليها. كمان هلأ آخر شيء في مجموعة تانية اللي هي المغنيسيوم. المغنيسيوم أنا عملت له حلقة أحط لكم إياها، لأن المغنيسيوم هو بيساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وعلى توسيعها، وبيحمينا من أمراض القلب، وكمان بيقلل من ضغط الدم، هذا كله من المغنيسيوم. ولما والبوتاسيوم كمان، هدول معدنين من المعادن إذا نقصت من الجسم فبالتالي بتدهور صحة الإنسان. فهو كيف بينقصوا؟ لأنه تحت الضغط العصبي بتخلص منه الجسم، فبالتالي بيصير إنه هنا في أمراض القلب والمشاكل في الأوعية الدموية. فلذلك إنه أكثر شيء المغنيسيوم ممكن إنه تلاقوه في عنا الأفوكادو، في الخرشوف، السبانخ، في الخضار أغلبيتها، موجود في اللوز، في بذور اليقطين، وكمان موجود في الشوكولاتة الداكنة، وهذه لأنه فيها فلافونويد أنتي أوكسيدانس، وكمان هي بتقلل من تفاعل الإجهاد القدري، وكمان إنه هي هذا المغنيسيوم بيعمل ميتابوليزيشن للكورتيزول. طيب إيش في كمان الأكلات اللي هو أو مشاريب أعشاب أنتوا ركزوا، أنا كل يوم عم بعمل عن حلقات عن الأعشاب، في كمان البابونيج، كل المشاريب اللي أنا بعملها حتى ما أكرر. كمان نحط الجنزبيل، الكركم مع الفلفل الأسمر، التوم، في المكروت، في الراديولا، هدول إنه نركز عليهم، ونركز على الأكلات اللي هي بتزيد الميكروبيوم. الميكروبيوم يعني هو إنه زدنا البكتيريا النافعة، لأنه في بكتيريا مليارات من البكتيريا والخمائر والآخرة، فهذه البكتيريا النافعة هي اللي بتفيدنا وبتقوي المناعة وبتزيد السيروتونين. السيروتونين بيجي من الأمعاء، فلما إحنا ناكل الأكلات اللي فيها البكتيريا النافعة هنا سبحان الله حتى بتحسن الجهاز الهضمي، وكمان بتأثر على المخ، ما يكونش في ضبابية، يعني بيكون إنه الواحد مرتاح، وهذه كليتها بتأثر على نفسية الإنسان. فلذلك إنه لما إحنا ناخد البروبيوتكس فيها من الأكلات اللي هي الأكلات المخمرات، كامبوتشا، كيمتشي، ساور كراوت، واحدة قالت لي إنه فيهم بالعربي هم هيك أسماءهم، بس هي عبارة عن إيش؟ ملفوف مخمر. هذول الأكلات اللي هي بتزيد البكتيريا النافعة، وبنفس الوقت ممكن تاخذوا العيران أو الكفير، وأنا بفضل يكون الماعز. الزبادي يكون برضو مفضل إنه يكون الزبادي الماعز. بعدين لاحظوا إنه المي، أنتوا تنسوا المية، خاصة إحنا في الصيف المية ضروري جدا، لأنه كمان ما بتخلوا الجسم يكون يدخل في جفاف حتى ما يصير إرهاق. كمان إنه في نقطة إنه تلاحظوها، الناس اللي ماشية على عدد السعرات وإلى آخره، الناس اللي بتجوع نفسها، التجويع هذا ممكن إنه تريجرز الكورتيزول، ممكن إنه فجأة إنه هو لأنه الضغط برضه، هذه كلها ضغوط نفسية، إن كان تفكيرية، إن كان أيا كانت تكون، نحاول إنه نبتعد عنها. هذه هي الكورتيزول وقصة الكورتيزول. فإذا أنتوا عندكم أي سؤال ياريت إنه تتركوا لي إياه، وإن شاء الله إنه أراكم في فيديو تاني، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.